بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مسعد بوفتح من عماد تقدير القلة الحريرية تونس واحد، منسق عماد تقدير القلة في نداء تونس. دخلنا نداء تونس على أساس هو المنقذ الوحيد لبلادنا باش نرجعوها في خير، ونساهموا مع قيادات نداء تونس باش ترجع بلادنا في خير. بدأت حكايتنا كيكا وفات بصدمة كبيرة للأسف عمادة كاملة تم إقصائها على خاطر حسابات تجمعية ضيقة وما يترعيش مصلحة البلاد ومصلحة الحزب. وفات تحيل المنسق الجهوي عز الدين بن محمد التايب على عمادة كاملة وقلبهم في 350 بطاقة انخراط اللي وصلنا خذينا بطاقة انخراط شيخ عمره 95 سنة إلا بالمعارف باش خذيناها بطاقة نتاعه. كريم مقر ينشط فيه العنكبوت. علاش؟ على خاطر نحن ضحية تجاذبات سياسية ما بين تجمعين نظاف والتجمعين مسخين. التجمعين المسخين هذونا هو يمثلهم عز الدين بن محمد التايبي منسق الجهوي اللي تم طرده من تجمعين نظاف من منطقة الحريرية في عهد الرئيس السابق، وتلبسوا في سرقة 110 ألف دينار فلوس متاع منخرتين ورشاوي رخص بلدية وإلى آخره طردوه. كي دخلنا نداء تونس وكما يقولوا البلد تمشي على كبارها، بعد ما كثرت الشريحة الشبابية في العمادة اطلبنا الدعم من كبارات الحومة اللي هما التجمعين أفاضل وشرفاء. قالوا لنا نحن ندعموكم أما ما نظهروش لأنه المنسق هذايا كان في التجمع ونحن اللي طردناه خاطر يسرق في الزواولة. على أساس الشيء ذاك صار الكونفلي وبدأت الحكاية، وطلع السيد هذايا بالحق طرد من التجمع، وعنا أدلة اللي تثبت الشيء هذايا وماناش ندعيه فيه. ويحب يكررها الحكاية في نداء تونس كيف كيف باش يعاود يحب يدبر راسه على أساس فلوس ولا منصب. دخلنا نداء تونس وبدينا ننشطوا، اكتشفنا في تنسيقية تونس واحد اللي هما ما عندهمش فلوس باش يكريوا مقرات ويعملوا اجتماعات يعني سيدي سويت. فاجتمعنا الأعضاء الفاعلين في عماد تقدير القلة وطرحت عليهم الموضوع اللي ما فماش فلوس وما فماش دعم. في الحالة هذه قالوا لنا نحن مستعدين باش نحيو قوتنا وقوت أولادنا باش نساهموا في النشاط في عماد تقدير القلة. وعلى أساس هذاك توجهت المنسق الجهوي، حكيت معاه قال لي فازي عندك الضوء الأخضر أصرف ومن بعد تو رجعوا الحزب يرجع لكم. وعلى الضوء هذايا اجتمعنا الكل، المرماجي اللي بيعرف الملاوي، القهواجي اللي عساس اللي ياخذ مصروفه من عند دار، والاستاذ اللي درشنية، ولمينا فلوس. الفلوس هذيك اللي لميناها كرينا بها بمقر اللي خلصوه معناتها مناضلين غدير القلة، وبالذات اخونا محمد الشرعبي عنده مبلغ مالي مخبيه في داره ساهم به الكل، وهو اللي يدفع اكثر مبلغ في الجماعة الكل. كرينا مقر مليون ومئتين خلصناه مسبقا، المبلغ هذا يعطاه أخونا محمد الشرعبي خلصه الكل على كاسته باش نعملوا مقر ننشطوا فيه ونروجوا فيه بطاقات الانخراط. عملنا ما يقارب 8 اجتماعات في عماد تقدير القلة، منهم زوز اجتماعات شعبية رسمية معناتها بحضور أعضاء من جهة، اجتماع شبابي كان ناجح واجتماع شعبي كان ناجح. كرينا فيه مقرات الاجتماعات هذية ومصاريف متاع المصاريف المعروف بها على أساس باش ترجع لنا فلوسنا اللي تقدر بثلاثة ملايين ومئتين وخمسين دينار اللي هي فلوس زواولة ناس معناتها الدخل متاعهم محدود اللي التو متمكننا باش نتحصلوا على مستحقاتنا. قالوا يا بابا شنو اللي وشرفة؟ قالوا كي يموتوا كبار الحومة. نحن رجعنا لكبار منطقة الحريرية وسألناهم على السيد هذايا اش قالولنا عليه. قالولنا اللي السيد هذايا تم اعفائه من التواجد والظهور في أنشطة الحزب التجمع المنحل، مع العلم انه قد احيل وجمد نشاطه سابقا من اجل ما نسب اليه، اي سرقة 110 الف دينار اموال مخرطين ورشاوي ورخص بناء الخ 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 الحاجات اللي كانت معروفة في عهد السابق. وقد عالج ملفه السيد طاهر رجب رئيس الإدارة المالية والمساعد الأول للسيد عبدالله قلال وعلى رأس اللجنة الرقابة للتجاوزات،
وأمضى على قرار إعفائه من مهامه ككاتب عام جامعة بالتجمع السيد علي شاوش بعد عزله من الدائرة البلدية. وبعد ما علمنا القيادة المركزية من 7 جانفي لليوم ما سمعنا حد. لهنا نستغرب كأنه قيادات نداء تونس يدعموا في الناس الفاسدين. أنا نحب نقول لكم حاجة واحدة، أنا كمنسق عماد تقدير القلة، أنا ما نمثلش نداء تونس، أنا نمثل شباب منطقة تقدير القلة، ويلزمني ناخذ لهم حقهم ورجع لهم كرامتهم. واللي متساكنين في منطقة عماد تقدير القلة يعرفوا ولد منطقتهم مصعد. وكرامة رجال ونساء غدير القلة ما تشراش بالفلوس، ونتحداكم كان تعملوا اجتماع في نداء تونس في غدير القلة وتدخلوا حتى ربع راية نتاع نداء تونس، لسبب بسيط ما عادش عندكم حاضنة شعبية،